اهلا وسهلا فيكم، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ اليوم موجودين بمطبخ بهار ونار. اليوم الموسيقى مش موجوده وانا راح اكون موجود. ليش؟ صار معها حادث بسيط وهيها جاي على الطريق. اليوم يومنا راح يكون امريكي بحت. اليوم راح نعمل وصفات ستيك، راح نعمل ماش ماكن تشيز، راح نعمل ماش بوتيتو، راح نعمل كل الوصفات الامريكيه اللي انتم اخترتوها على اللايف تبعنا على صفحتنا على الفيسبوك. بدي احكي لكم اليوم بنحب نشكر الكرنفيل على اللحوم اللي عنا. اليوم راح نعمل الستيك بطريقته الأصلية. كتير ناس بيجي تحكي لك أنا بدي أعمل اليوم الستيك بس مش ظابط معي، عم بطلع معي ناشف الستيك اليوم، عم بطلع معي جلدة، ليش ما بعرف. اليوم راح نعطيكم كل الأسرار من شان تطلع معاكم الستيك بتجنن، نفس المطاعم وأحسن. هلأ القطع الموجودة عندنا هون هي التندرلوين، وموجودة عندنا كمان الريب آي والرمكاب. هلأ هدول تقريبا أكتر قطع مشهورة. فخلينا نبلش بالوصف الاولى، رح نعمل ماش بوتيتو باسهل طريقه ممكنه واذكى طريقه ممكنه. خلينا ناخذ المكونات. نحتاج للماش بوتيتو بطاطا مهروسه، بنحتاج زبده، حليب المها او الكريمه، وفلفل اسود وملح. او خلينا نبلش باول وصفه وهي الماش بوتيتو. الماش بوتيتو هي عباره عن وجبه، هي عباره عن شيء فليفر بشهي، هي عباره عن شيء ملمس لطيف. لما بدك تاكل لحمه لازم يكون جنبها ماش بوتيتو، لما بدك تطلع تتسلى تنقرش اي شيء بالنسبه لي البطاطا انا بموت عليها. فخلينا نبلش باول وصفه. هلا راح نحتاج اهم شيء هي البطاطا، المكون الرئيسي. هلا في كثير ناس بتطلع معهم الماش بوتيتو بتطلع شوي سائله وشوي مش ظابطه، ليش ما بتزبط معي، ليش ما بتعمل، ليش ليش. هلا راح احكي لكم كل الشغلات بالتفصيل عشان لما تعملوا تيجوا تعملوها وتزبطوها تطلع معاكم بتجنن. هلا راح نحتاج اول شيء ايش؟ البطاطا. البطاطا مسلوقه بعد ما تنسلق. اهم شيء اهم شيء وهو المي، ما يكون عليها مي بالمره. ليش؟ لانه اذا ضل عليها مي راح تطلع شوي طريه. فهلا احنا عندنا هون موجوده البطاطا مسلوقه ولا اي شيء عليها، ناشفه من كل المي، ما عليها ولا اي نتفه مي، صفيناها. بعد ما صفيناها راح نحط عليها اول شيء وهو ايش؟ الزبده. خلينا نبلش بالزبده. هلا بالنسبه للماش بوتيتو هي روح الزبده، واول شيء لازم تحطوه هو الزبده. شايفين قد ايه حطيت؟ هلا الحلو بالماش بوتيتو انه اذا بترك البطاطا نفسها على يعني بدون اي حراره واي شيء بتجمد. ليش؟ لانه خلص بارده. بس هلا اذا بنحط عليها احنا الزبده ومع التهريس تبعنا هاد شو حتصير؟ بتجنن. هلا حفرجيكم بعدين، اذا بتجربوها حتدعوا لي، حتحكوا لي الله عليك يا شيف اول مره بسوي الماش بوتيتو ايش وزبطت معنا. هلا اهم شيء نهرسها كثير كويس كثير كويس، ولازم تنهرس وهي سخنه. ليش؟ لانه زمان هرست وهي سخنه بتضلها مكبتله معك وبصير يطلع زي كبتيل هيك، وهدول هدول الاشياء مش لطيفه بالماش بوتيتو. الماش بوتيتو من اسمها ماش يعني مطحونه دايبه دوب. فهلا رح نضلنا نعمل زي هيك عبال ما ايش دوب كلياتها. هلا بالنسبه لستات البيوتي اذا ما عندهم اللي هي الاشي هذا اللي ممكن نفرم فيه، شايفين الاشي هذا اللي هو تاع الماش بوتيتو، اذا انتم ما عندكم اياه بامكانكم بكاسه بكاسه بارده او ها نرفع نفرجيكم اياها كمان مره. هي شايفين هذا الاشي؟ هذا الاشي هو الاله المضبوطه لخفق الماش بوتيتو. فاذا انتم ما عندكم اياها بالبيت فايش بتقدروا تسووا؟ بكاسه مي. استنوا افرجيكم اذا عندي هون كاسه او كاسه او اي شيء ها زي هاي، بس اهم شيء تكون بارده. بقعد تينج 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 بضربها والامور محلوله. او اذا بدكم بس هذيك تديروا بالكم منها. ليش؟ لانه ممكن تحرق ايديكم. هلا البطاطا بتكون كثير نار، فبجلوفز وتمسك وبتبلش تغوص تعطيها ولد من اولادك ولا واحد من الاحفاد موجودين بالبيت وبتحكي له يلا غوص. اوكي هلا احنا بلشت تدوب معنا الماش بوتيتو. اذا لاحظتوا صارت شوي صعبه بس اتس فاين، هذا اذا دل يدل على انه ايش بلشت تزبط معنا. ان شاء الله راح تزبط معنا، ليش ما راح تزبط. هلا بالنسبه لعيار الملح والفلفل، صراحه الناس احيانا البطاطا شوي هي خداعه. ليه؟ لانه بحسها بتشفط ملح كثير.
يعني انت لما تعمل ماش بوتيتو فجأة بتلاقيها ايش الوضع، والله لا لسه بدها ملح حط كمان شوي، والله لسه بدها ملح حط شوي، لسه بدها كمان ملح حط شوي كمان ملح، تطلع بالنهاية كلياتها ايش، كلياتها دايبة على الاخر وتطلع مالحة مالحة. فبالنسبة للملح بنحط اول اشي شوي صغيرة، بعدين بنخليها ترتاح شوي صغير، بعدين بندوقها منشان ايش يطلع التيست الصح معنا. اوكي هلا بعد ما خفقناها مزبوط، شايفين القوام تبعها، سنو بدي افرجيكم، صار معنا زي الكريمي بالضبط، هاي صار كريمي تقريبا ما في كتل. هلا لسه انا حخفقها واحط معاها المكونات تبعونا، ولكن مبدئيا شايفين كيف هلا هي شوي جامده، ولكن الاصليه لازم تكون شوي اطرى شوي. طيب هلا هنحط عليها ايش، هنحط عليها شويه حليب، ونحط عليها كمان كريمه من المها، حليب المها، هاي الكريمه كمان. هلا هنحط عليها كمان هلا في ناس بتفضل صراحه تحط يا اما تشيلي فليكس او تحط فلفل حار او تحط، انا صراحه بحب شوي صغير احط فلفل ملون، او هو ايش اسمه الفلفل الاحمر الحار او البابريكا، وبعدين بنحط شويه فلفل اسود، او الملح، هاي حطينا الملح. هلا رح نخفض نخفق نخفق. هلا الاولاد صغار بحس كثير هم اكثر ناس بموتوا بالبطاطا، سواء مقليه او مشويه او مسلوقه او بالفراير او جريل، او انا من الناس اللي عن جد عن جد عن جد يعني ممكن اكل البطاطا بكل الطرق تبعونها، باي طريقه باي شكل من الاشكال، لانه انا مش عادية البطاطا. انتوا ايش اكتر اكلة بتحبوها، وايش اكتر خضار او فواكه بتحبوها، عندكم استعداد تاكلوها باي اشي اخبروني. هلا اذا بتلاحظوا صار شوي كريمي وصار صعب احركه، كل ما احس انا شوي صغيرة انه بدها صارت صعبة شوي صغيرة، ايش بسوي؟ بحط شوية كريمة. هلا الكريمة هي بتعطي فليفر اكتر، لو اجينا للطريقة الاصلية هم بحطوش كريمة، هم بحطوا حليب، ولكن انا بفضل الكريمة. ليه؟ لانه بتعطي هيك نكهة لطيفة، الناس اللي بتحب الكريمة بتعرف انه الكريمة يعني خلص مع اي اشي بتطلع زاكية. شوي صغيرة نحرك، بعدين هلا موسم البطاطا البلدية شو بتجنن. هلا عز الواحد ينزل على وين، على الغور، منشان ينزل يشتري من الناس المحليين من المزرعة، بتكون طالعة البطاطا من المزرعة. إذا بتعرفوا أصلاً كيف البطاطا، البطاطا هي بتكون تحت الأرض والنتة تبعتها بتكون فوق، فلما بدهم يطلعوها إيش بيجيبوا جرارات، والجرار بقعد يمشي، بصير هو عم بيطلع ورا بصير يطلع حبات البطاطا نفسها. صراحة منظر رهيب. بعدين في أكثر من يعني من نفس البطاطا الواحدة في أكثر من نوع، في أكثر يعني إلها عالم عالم عالم، في منها حمراء، في منها بنفسجية، في منها خضراء، في منها حسب، في بعدين بطاطا للشيبس، بطاطا شو اسمه للقلي، بطاطا للشوي، بطاطا للكومبير، بعدين البطاطا بتعمل فيها كل الأكلات كل الأكلات، صراحة رهيبة. هلا لو حكينا على الريحة، الريحة مش راح أقدر أوصف لكم. نحركها. اوكي هلا بالنسبه للاشياء اللي عملناها، انه احنا حطينا اول شيء الماش بوتيتو او اللي هي البطاطا، بعدين حطينا عليها الكريمه، بعدين حطينا الحليب، وحطينا عليه زبده، حطينا البهارات تبعونا، وهيك هيك بتصير جاهزه. طلعوا عليها ما اسكاها. هلا خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف دينا وصلت بالسلامه. يا مساء الخير ومساء الانوار، برحب فيكم انا بما اني ما كنت ببدايه الحلقه وانضميت لكم هلا، للاسف الظروف كانت يعني شوي خارجه عن ارادتي، بس الحلقه كانت روعه، يعني مش قادره احكي لك غير شابوه صراحه، عن جد برافو عليان، يعني غطيت مكاني وزياده. سوري انا هيك حبيب قلبي، انا سوري يعني يمكن هيك الظروف خلتني اتاخر شوي، كنت حابه اكون معكم بدايه الحلقه ومتحمسه.
اول شيء الحمد لله على السلامه. شكرا الله يسلمك. عملت حادث صنفور صغير ورجعت لنا اهم شيء بالسلامه. الله يسلمك. بس يعني حاولت يعني شوي. لا لا ممتاز، كان يعني احلى من الحلو وروعه، مع اني انا من امبارح قد ما حكينا عن حلقه اليوم شو بدنا نعمل كنت متحمسه كثير بدايه الحلقه نبلشها مع بعض. بس يلا هلا رح نكمل، رح تكون حلقه نار نار نار. هلا انا وياك صراحه شوي تعبانين من تصوير امبارح، تاخرنا امبارح كثير بالقناه، كنا عم نصور شيء كثير حلو لبهار ونار. فيعطيك الف عافيه انك انت عن جد يعني قدها وقدود كنت. الله يعافيك. اسبوعين زمان وخلص بنروحك من هون وبستلم انا المكان. بدك ياخذ محلي يعني شو بنسميه خلص. يعني احنا بنمدحك بس مش يعني تاخذ محلنا كمان. لا مستحيل. لا يعطيك الف عافيه. عملنا الماش بوتيتو صحيح. برافو. انا جاي اعرف هلا شو عملنا ببدايه الحلقه. بدايه الحلقه قررنا نعمل ثلاث طبخات اليوم. اوكي. ماش بوتيتو، ماك اند تشيز او ستيكات. يا سلام. رح نعلمهم اليوم اسرار الستيكات، كيف يعملوا ستيك، كيف يضبطوا الستيك، كيف يطلع الستيك معهم تمام. كل الاسرار اعطيهم اياها ببلاش. صح. يا سلام، يعني عن جد مدللكم شف عليان، كل شيء ببلاش. بالضبط. كل المعلومات، كل الاسرار، كل هاي الشغلات ببلاش. تعرف هي شو مشكله الستيك اللي دائما احنا بنعاني منها وانا شخصيا يعني بتصير معي مرات، ما بعرف متى لازم اوقف شوي، مرات ممكن تطلع كثير ناشفه، مرات ممكن تطلع لسه انا مو عارفه اذا هي ويل دون ولا لا، فهي الاشياء كلها رح نعرفها معك. صحيح. انت بلشت بالماش بوتيتو. مش خلصنا بالماش بوتيتو. اوكي. بدنا نسكبهم او خليها على جنب هلا بعدين بنسكبها، شو رايك؟ اوكي بصير. خليها هون نحط بيها وين ما بدك عشان احنا نشوف هلا شو بدنا نعمل. رح نبلش ستيكات ولا ماكن تشيز؟ ماكن تشيز. يلا ماكن تشيز. يلا ناخذ مكونات. رح نحتاج للماكن تشيز باستا، زبده، حليب المها، كريمه، جبنه شيدر المها، جبنه بارميزان، بابريكا او فلفل احمر، ملح وفلفل اسود. من بعد ما شفنا مقادير الماك اند تشيز خلينا نشوف كيف بنعملها. بنشوفها احنا شيف دائما بالمحلات وبنشوفها مرات على بتكون على عربيات عاده برا بنلاقيها هيك بالشوارع. فجعبالنا كثير نعرف كيف بتنعمل وكيف بنعملها بالبيت، لانه ممكن تيجي على بالنا وما يكون عندنا وقت نطلع نجيبها او نوصي هذا الفري على البيت. بنحب نعرف كيف بنعملها بالبيت. انت بالبدايه كانت الحلقه عن البطاطا، عملت ماش بوتيتو. انت كنت عم بسمعك انا على الطريق صراحه، حبيت اشوف الحلقه كيف ممكن تكون بدوني، يعني تمنيت تستفقدوا لي بس شكرا ما حدا استفقد لي، عادي كانت الامور تمام. خلاص كيف علي عليان، اقول لك عليان وبس. عليان وبس، راحت علينا شكرا من ورا عليان. طيب يا شيف، انت كنت عم تحكي عن البطاطا، شو كيف انت بتفضل البطاطا؟ كيف بتحبها اكثر شيء؟ كل شيء سوي قلي فراي كل شيء نيه احيانا ان شاء الله. صراحه بهاي بنتفق انا وياك مليون بالمية، عن جد البطاطا بكل اشكالها وبكل انواعها طيبه وزاكيه، وجنب اي طبق ثاني كمان بتكمل اي طبق ممكن يكون رئيسي على السفره. بتجنن. صح. يعني انا ايش ايش ما احكي بحق البطاطا ما بكون موصل جد جد فيها حق. بنكون مقصرين مع البطاطا. بحبك يا بطاطا. مقصرين مع البطاطا 100%. انا بحب اعرف منكم مشاهدينا شو اكثر او كيف بتحبوا البطاطا باكثر طريقه ممكن انها تنعمل، اذا كانت ماش بوتيتو زي ما شفت اليوم مع الشيف، اذا كانت مقليه، اذا كانت مشويه، مطبوخه بصينيه مثلا، كيف اكثر طريقه بتحبوا تعملوا فيها البطاطا؟ وبحب انكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشال، تعملوا شير لحلقتنا وتشاركونا بموضوع اليوم، كيف اكثر شيء بتحبوا البطاطا تعملوها بالبيت سواء كان بالبيت او برا البيت. هلا خلينا نروح على الماك اند تشيز. يلا يلا شو رح نعمل، كيف رح نبلش؟ راح نحط اول شيء واو زبده. هلا بالنسبه لامريكا كلياته الطبخ. أوكي. الامريكي. هلا احنا صحيح لازم انبه على شغله، مين طلب الاكل الامريكي؟ انتو. صح. بدي حلقه يوم الاربعاء برضو انتو تقرروا ايش الطبخات اللي بدكم اياها، بدي اصير اطبخ الطبخات اللي انتو بدكم اياها. حلو يا سلام. شاركوا شاركوا على الفيسبوك واحكوا لي ايش الطبخات اللي بدكم اياها انتو عشان اطبخ لكم اياها. ايش بدكم اكثر من هيك دلال؟ يعني صراحه شايف هيك كثير مدللهم زياده عن اللزوم. بس شوفهم بيستاهلوا الصراحه مشاهدين عمان تي في، خصوصا اللي محبين بهار ونار بيستاهلوا دائما الدلال، عشان هيك احنا مدللينكم وشايف عليان مدللكم. بنحب كمان تشاركونا اليوم وتحكوا لنا شو حابين شايف عليان يعمل لكم يوم الاربعاء، بما انه اكله اليوم من طلباتكم انتو، كمان يوم الاربعاء حلقه شيف عليان بحب يعرف منكم شو اقتراحاتكم ليعمل يوم الاربعاء. ففوتوا على صفحتنا على الفيسبوك وشاركونا ما يطلبه المشاهدون. المشاهدون. مش المستمعون. اوكي. طيب خلينا ندخل بطبختنا. طبختنا هلا في لها طريقتين. ركزوا معي طريقتين. الطريقه الاولى الصوص تبع التشيز. الطريقه الاولى اللي هي انه احنا نجيب طحين ونجيب زبده وحليب نحطهم على النار نخليهم يتسبكوا. اذا تحط الثلاثه هذول مع بعض بيطلع ثيك. أوكي. يعني بصير ثقيل كثير. بالضبط. فانا راح اختصر هذا الموضوع وبرضه راح اسويها بالكريمه وبحليب المهلي عشان يطلع ازكى. اوكي حلو. خلينا بس. يا سلام يلا. أوكي. بس شفت كميه الزبده اللي حطيتها محرزه. محرزه هي ولعت محرزه كثير شكلها ولعت. ما لسه شو بدي احكي، اللي بدي احكيه انه
المطبخ الامريكي خصنص من الناس اللي بياكلوا الدهون بطريقه لا توصف. صح، دهون عندهم كثير عاليه يعني ما بيسالوا ما بيسالوا ما بيسالوا ما بيسالوا اي هات لحمه هات فات اي شيء، دائما هيك اللحوم فيها فات. وانت امبارح كنت عم تحكي لي كمان انه مش كثير بفضلوا السلطات مع الاكل، بحبوا يكون الاكل دسامه. صح مصحصح بالضبط. شو هذا والله عمي، تركيز 10 على 10. امبارح كنا نحكي بموضوع الاكل وايش نعمل وايش نسوي وهيك. طيب هلا رح تفجر الدنيا شوي. لا لا امورنا بالسليم. عم تحكي لك رندا بدها اكلات ايطاليه. ايطاليه عملنا، انت عملت ايطاليه صح؟ عملنا ايطاليه. ما هو انا خايف يطخوني من القناه يقول لا شو انت بتحكي، وبعدين ايطالي ايطالي بعدين بصير يحكوا لك يعني بتعرف تطبخ غير الايطالي انت جاي تخوت علينا. ارحمنا انت بايطاليا بالضبط. طب لا بدنا اقتراحات تانية، بما انه عمل الشيف كان حلقتك مع شيف امتياز مزبوط. صحيح اول حلقة صراحة انا حضرتكم من البيت، كانت اسطورية. روعة بتجنن. كانت اول حلقة لي عن جد، اول حلقة بطلع فيها على الهواء وكانت حلقة اسطورية. كانت عن جد حبيتها هذيك. يعني اثنين مبدعين انت وشيف امتياز طالعين بحلقة واحدة، شو متوقعين تكون الحلقة؟ طبيعي تكون ابداع. انا من كثر ما شو اسمه زبطوني اليوم معك كثير. خليك من راسي هلا وصي وبطل اخرب الدنيا. تمام. طيب شو صار؟ حطينا الزبده وحطينا عليها شو؟ حليب الكريمه. كريمه هو حليب المها. لا راح نحط حليب المها. اوكي حليب المها بالغ يمكن شوي الشيف. اوكي لا هلا ايش حنحط؟ شايفين قد ايه طن جبن. طن هذا ايش؟ جبنه تشيدر. هلا هي يعني اسمها ما كان تشيز فطلع يعني هي كلها عباره عن تشيز، يعني مليانه تشيز مليانه. اوكي شو احنا انواع اليوم اللي بنحطها؟ انواع التشيز اللي بنحطها شو هي؟ هلا هم بالعاده بحطوا بس شو اسمه بس تشيدر تشيز. اوكي ولكن انا جايب هيك يعني من عندي اجتهادا شوي صغيره. أوكي. جبت موزاريلا شوي صغيره. اوكي حلو كثير. طيب بلشت الطلبات يا شيف اسمع. أيوه. عم تحكي لك بدها البيتزا على اصولها. بيتزا ما هو ايطاليا يا جماعه، الا اذا بنعمل بيتزا الامهات. بيتزا الامهات بتعرف بيتزا الامهات؟ ايش بيتزا الامهات؟ هاي شيء عندك بالدار وتحطيه على البيتزا ولا بالضبط؟ هي بدها مع اصولها مش بيتزا الامهات. يا وي هاي من اختراع الامهات. لا كل ما اروح على البيت ولاقي بيتزا يا الله يوم هاي بيتزا ولدها بنشتريها بيتزا. هم مبداهم عجينه واي شيء بالبيت بالثلاجه. وين؟ طابق ثالث لازم هل قد العجينه بالضبط عشان يشبعوا الاولاد ويحلوا عنهم. صحيح حطينا. تمام تحياتي لكل الامهات طبعا اكيد. هذول بتعرف ليش بيعملوا هيك؟ عشان هم ينظفوا يعني يرتبوا الثلاجات يخلصوا من يخلصوا يتعزل الثلاجه بتطلع ما بدها اياه، منه عملت بيتزا منه طعمت الاولاد وشبعوه منه نظفت الثلاجه حساب صحتنا. حساب صحتنا. وبعدين بس نكبرها تعمل دايت وما عم ننحف ونروح على جيم. وين يما؟ قال احنا اكثر شعب اللي عم ياكل خبز. ليش؟ ابصر ليش غريب ربينا هذا الشيء. طيب تمام. شو عملنا هلا عشان ما ننسى الاكله؟ بس احنا عم نحكي عن الامهات. ترى باي ذا واي في اكله بطرابزون. بطرابزون في اكله زي هيك بيعملوها من الجبنه، كنا قاعد على راس جبل. وهيك بمسكوا لك الجبنه بعدين بيعمل بيها. كاني شفت فيديو هيك شيء. صح مزبوط. ما احلاها الجبنه لما تكون هيك بتمط يعني خياليه. طيب خلينا نحط. انا شايف صحيح هلا لما تكون جامده شوي صغيره ايش حنسوي؟ حنحط عليها من حليب المها منشان ملينا الدنيا. مش مشكله. هلا انا هذا اللي كنت بدي اوصل له، انه بدي اعرف شو كيف بنعرف انه القوام صار منيح عشان نوقف نزيد حليب. هلا بحكي لك القوام متى بصير. فرجينا كيف بكون القوام. بصير بهاي. اوكي هلا طبعا المعكرونه مسلوقه عادي. معكرونه مسلوقه كيف بتسلقها عشان ما تلزق ببعض؟ بحط زيت بس اخلص. صح انا بعملها كمان. انت عارف اني انا كمان شيف. الله عليك إيه. انت شيف وانا مقدم ومذيع بدل الادوار. اوكي هلا رح نخلطهم بالطريقه. اقعد مكان انمار. مين انمار هذا؟ والله يسامحك مش عاجبه مكانك اصلا انمار. لا بالعكس والله انمار اني بحبه. تمام حبيب القلب. طيب يلا ارجع احكي لنا هيك على السريع شو عملنا وكيف كان عشان نعرف كيف القوام النهائي اللي احنا بنقدر نقول انه خلص هيك امورها تمام عشان نطلع فاصل نرجع نكمل. اوكي حطينا الزبده، حطينا كريمه، حطينا الاجبان كلياتناهم كلياتهم خلطناهم مع بعض. أوكي. خلصنا حطينا. هلا راح نحط شويه ملح. ححط عليها كمان من عندي تبهيره هيك صغيره. فلفل احمر حلو. بعدين حطيناهم كلياتهم على النار، ضفنا الباستا. مع ما ضفنا الباستا هيك بتكون امورنا جاهزه.
جاهزه تمام تمام والله ولا اسهل منها كله سريع سريع يعني ليش بتدخل على مطبخ امريكي بتلاقي كل اياته جاهز بقول لك اوكي يلا دقيقتين وانت واقف بسلمك البورد تبعك بقول لك يلا روح اقعد 100% مش زينا احنا اقعد انقع الرز واعمل الرز وفلفل الرز والدجاج بس في سلبيات وايجابيات لكل شيء بس مطبخنا العربي من احلى المطابخ طبعا احنا بنقدر نستغني عن اكلاتنا وعن طبخاتنا ما بنقدر طبعا طيب لكن يا شيف انت هلا تخليها شوي على النار تقلبها احنا بهذا الوقت رح نطلع فاصل صغير مشاهدينا بنرجع نكمل حلقتنا ما تروح ولا بعيد ورجعنا لكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم الحلقه الاكثر من روعه مع الشيف محمد عليان لحتى نشوف ابداعاته شو رح يعمل لنا اليوم بلشنا عملنا ماش بوتيتو وعملنا ماكن تشيز خلينا نشوف شو بده يبدع لنا هلا بس انا بدي اطلب منكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشال تعملوا شير لحلقتنا لتوصل لعدد كبير من الناس بالاضافه لانكم تشاركونا شو نوع البطاطا وكيف طريقه البطاطا اللي بتحبوها كيف بتحبوا تكون كمان الشيف عليان بحب يعرف منكم شو حابين يعمل لكم اكل يوم الاربعاء الجاي بحلقته احكي لنا هلا شو بدنا نعمل صار جاهز الماش بوتيتو صار جاهز الماكن تشيز صح الماك تشيز لا لسه انا عندي افرجيهم هلا كيف صارت معي النتيجه النهائيه اوكي عشان يعرفوا كيف صار هلا طلعوا تمام. هلا بطبيعه شو اسمه الباستا بتشفط اوكي يعني ايش في سوائل بتشفطهم صح مزبوط فهلا انا بحاول اخليها بهاي الطريقه ليش عشان رح ترجع من شان بالضبط 10 دقائق اعطيها 5 دقائق شو بصير فيها بتمسك وبتصير جامدة صح مزبوط فاحنا هلا حطيناها بهاي الطريقه ليش عشان بس لما نسكبها ما تكون كثير شدت زياده عن اللزوم لانه بنعرف دائما حتى الفوتوتشيني مثلا وهي الشغلات بتنعمل دائما اون ذا سبوت يعني كل صحن بصحنه لانه اذا انعملت كميه كبيره بعد شوي بتصير بطل تقدر انه تطولها كثير منيح من الطنجره او من الصحن صحيح تمام حلو كثير ممتازه امورها بدنا نحطها ونديرها هلا هون هلا بالنسبه لي انا قاعد طنجره هو احلى شيء ايه كلنا ليش؟ كلنا ليش لانه بتكون كلياتها مليانه جبنه كل الجبنه والاشياء الزاكي كلها تحت بس هلا الطناجر الايام هاي كلياتها شايف ولا شيء بلزق لسه بدي احكي تيفال وجرانيت وسيراميك والله ايامنا احلى ايام هذا الورق اللي بيكون ملزق بقاع الطنجره كل شيء بقاع طنجره المقلوبه اذا انت وإذا أنت ما بتحف هيك بتعمل هيك وطلع نص الطنجرة معك الألمنيوم الألمنيوم ما حسيت بطعمته أنت مش واكل هو بعطي النكهة الطيبة أكيد تمام نحطهم هدول بطريقة يا سلام عليك يا سلام هلا المفروض نوديهم هناك هلا نيجي للطبق الرئيسي الطبق الرئيسي حبيب الملايين سيد المعلمين المعلم اللي هو ايش؟ الستيك قلت لنا بدك تحكي لنا اسرار بدك تحكي لنا اشياء وما بعرف شو خلينا نشوف شو خلينا نشوف نبلش نحكي عن الستيك طبعا هي اجاك سؤال على الستيك قبل ما نبلش يلا بتقول لك اسماء كيف نختار لحمه الستيك الصح والنوع الافضل اوكي هذا سؤال مهم كثير هلا كارنفيل هون عندنا اللحمه اللي جايبينها هي عجل رضيع رجل رضيع هو بكون بعده سنفور صغير بيبي. فبتكون اللحمه بعدها ايش يعني دايبه دوب على الاخر أوكي. فانا بنصح فيها يعني عن جد رهيبه الشغله الثانيه هلا اذا دخلنا بعالم اللحوم عالم اللحوم كثير كبير صح يعني انا تقريبا صار لي سنتين بعالم اللحوم اول شيء بحب اشكر الشيف اللي علمني احمد منظوري كل الشكر له واحد من الناس اللي قال لي خد ايش بدك معلومات اقعد جنبه حلو. امسك ورقه وقلم واضلني اسجل 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 أسجل, اسجل 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 ليش لانه اذا ما عملت هيك ما بتضيع بعالم اللحم لانه كبير كثير وستيل لحد الان بحكي عن حالي بفهمش باللحمه يعني بعد كل هذا بدها كثير بحر هي بتخيل مزبوط طيب هلا كيف نختار اللحمه المناسبه هلا كثير ناس بتروح على المولات وبتروح على الاماكن اللي بيشتروا منها اللحمه او اللحامين بيشتروا اللحمه بيحاولوا ينقوها ايش كلياتها حمراء هلا الحمار هذا شغل فرم مش شغل ستيك ستيك أوكي. الصح ممكن نجيبها بعد اذنك طبعاً. شوي صغيره فرجينا. يلا اسمع عادي امسك هاي بايدي ولا لازم جلوز اسمعوا خلص بايدي عشان تتعلموا مزبوط اوكي يلا اطلعوا هذا درس مهم صراحة هاي اسمها ريب آي هلا الريب آي هي من أشهر القطع ولكن شايفين هذا الدهن الفات الموجود جوا اللحمة صح. هذا مش دهن هذا اسمه ماربلينج هذا أوكي. اسمه ترخيم هذا كل ما ارتفع باللحمة كل ما صارت جودة اللحمة إيش أعلى. أحسن أوكي. كل ما طلعت جودة اللحمة أحلى فلما تروحوا تشتروا لحمة حاولوا ما تلاقوا من الاطراف it's fine مش مشكلة بس أنا بحكي عن اللي جوا أوكي. اللي هو الماربلينج هو الترخيم من إيش بيجي هذا بيجي من أكل العجل العجل
العجل شو ماكل، العجل شو متربي، العجل شو أوكي. هو اللي بيطلع هون ببين بالضبط، لانه بتربايه العجل في اكثر من شغله. اسمع شو رايك واحنا نشتغل ندردش نحكي، لانه يمكن بدهم وقت هدول شوي لانه عم بشوفهم حجمهم كبار. اوكي يطلع. هلا بالنسبه للعجل او شيء، اسمع في اكثر من طريقه، راح نسوي اكثر من طريقه. اسمع أوكي. حجيب مقليين عشان انتم برضه انت تجربوا كل الطرق، واي سؤال عن جد انا موجود معاكم هلا اسالوني، انا يعني شوي قلت لكم بفهم شوي صغيره باللحمه، خليني اجاوبكم صراحه. مبلا في عندك اسئله كثير هلا بيطلعوا معنا. محمد عم بسالك، الله يعطيك العافيه، ممكن يعرف شو الصوص اللي بينحط على الماش بوتيتو؟ مرات بيكون في صوص هذا الجريفي بيحكوا له جريفي بالضبط. الجريفي هلا طلعوا بعد ما نخلص من الستيك بضل ايش، بضل فات والنكهه تاعت اللحمه والصوصات، فبحطوا فوقيها كريمه وبحطوا فوقيها بصل او بكرملوا بصل مع بصل مع طحين. طحين اوكي عشان تطلع شوي جامده اكثر، وبرشوها عليها. يا سلام، يعني حتى دهن اللحمه ما بيستغنوا عنه، كل شيء كل شيء بيروح. طيب هلا راح نعمل طريقتين، في الطريقه الاولى اللي هي احنا نستخدم زبده، الطريقه الثانيه وهي انه احنا نستخدم زيت زيتون. اوكي زبده او زيت زيتون، انت ايش بتفضل؟ كل حدا بطريقته. انا بالنسبه لي ما بحط عليها ولا اي شيء. والله ليش؟ لانه انا القطعه اللي بجيبها بكون الماربلينج تاعها كثير عالي نفس ما حكينا، والكواليتي تبعتها كثير عاليه، فمن شان هيك بحطها ولا اي شيء عليها. بحط اللحمه على النار وبتصير تسوح زي مش بحاجه لاي اضافات. تمام يلا خلينا نبلش. اول شيء واحد قلت لنا، واحده رح نحط فيها زبده وواحده رح نحط فيها زيت زيتون، صح؟ هي يمكن ما بعرف مشكله زيت الزيتون، دائما بيقولوا انه بخلي الاكل ينحرق بسرعه، بس ما بعرف اذا بنطبق هذا الشيء على الستيك. لا ما بنحرق، هلا حسب النار تبعتك، يعني حسب انت النار تبعتك شو بتقدر تحط. بعدين الستيك نفسه بتقدر تعمل اكثر من بتقدر تعمل فيه اكثر من نكهه، يعني بتقدر تحط معاها اعشاب نفس ما انا جايب هلا بفرجيكم. اوكي شو الطريقه هون جايب حلو. عندي طلع ايش نص ثوم، نص الثوم بحطه نفس ما هو هيك. اوكي ليه؟ عشان الفليفر كلياته يطلع. بتطلع نكهتها قويه يمكن. وعندي هون كمان ايش روزماري عشان برضه يعطي طعمه رهيبه. يا سلام. هلا راح نركز على اهم شيء وهو التش. هلا لازم بالستيكات لازم تكون المقلاية كتير حامية وتحطها عليها. ليش بنعمل هذا الحكي؟ اسمعت خلينا نحط ثلاثة. اوكي ما دام توسعة. بس انا هلا بدي اسألك، اللحمة هاي بس تجيبها في طريقة ممكن مثلا لازم ننظفها ننقعها بإشي؟ لا إشي. ولا إشي. صحيح سؤال قوي. اللحمة ما بتتغسل بمي ولا أي شيء، بتجيبها من اللحام أول ما تخلص إيش بتسوي؟ بفاينة بتطبطب عليها طبطبه ايوه الاغنيه هاي. اوكي بتخلصها وبس ولا اي شيء ثاني. اوكي حلو، ريحه الروزماري طلعت كثير قويه وكثير حلوه بتجنن. صحيح حاليا هاي... عم بتقول لك معلش سوري رح اقطعك بشغله بس. أوكي. بتقول لك يسعدكم ما احلاكم، شكرا لك يا حنين، وبتقول لك بدنا طريقه اجنحه الدجاج بالصوص بالباربيكيو وهيك اشياء تغمس فيها، بدها تغميس. هاي نعملها هاي طريقة جد؟ إيه لازم تفرجينا إذا هيك تعلمنا إياها. طريقة بتجنن. يلا إن شاء الله إذا قررت الأربعة تعملها أو بالحلقات الجاية بس خبرنا عشان نحضر. هم يقرروا وأنا بترك لهم. هاي واحدة من الاقتراحات. أوكي عندنا هون التندرلوين. تندرلوين بتيجي من العمود الفقري، القطعة تاعت العمود الفقري تاعت العجل. العجل تمام. هلا انت ما سالتيني ليش ما حطيت ملح، ما حطيت صح ليه ما حطيت ليش شي؟ طيب ليه؟ عشان مش مركزه معي. ليه؟ انا شو بعرفني انه بنحط ملح، انا مش شيف ما بعرف انه لازم. لا انزاكي طيب نحط كمان معها هون كمان روزماري. روزماري بس انا بقول لك ليه، انا عارف الجواب. ليه بدك احكي؟ احكي. عشان تحط بعد ما تستوي. لا مش بعد ما تستوي، هلا بنحط هلا بالستيكات لازم الملح والهدول يكونوا خشنين. ليش؟ لاحظت كثير خشن وملاين انت عم تستعمل كمان. وبرضه الفلفل لازم يكون مع، بعدين غرقه مش مشكله. لانه هذا مع الزيت ومع هدول كلياته بروح بنزل. أوكي. مع الصوص تاعنا. حلو كثير. إيثار المومني بعثت لي 1000 مره احكي اسمي إيثار المومني. تحيه كثير كبيره لك يا إيثار المومني، وشكرا لك على مشاركتك معنا. اذا عندك اي استفسار من شيف او على اكلات اليوم او على اي شغلات ثانيه واقتراح لاكلات يعملها شيف بالحلقات الجايه احكي لنا وابعثي لنا،
وبنوجه لك الف تحيه يا ايثار المومني. طيب احكي لنا هلا يا هلا في سر من الاسرار. هو انا ايش بعمل؟ اول ما احط اللحمه، احنا طشنا الدنيا بالعاده بيكون بجريل، يعني احسن على الفحم بيكون اسهل طبعا اكيد. اوكي بالعاده ايش بسوي؟ بعطيها وجه وبقلبها. هلا بحكي لكم ليش. ليش؟ لانه في شيء اسمه المسامات والجوس الموجود جوا اللحمه، اذا احنا ما سكرنا الجوس كلياته بيطلع برا. فانا ايش بسوي؟ بحطها دقيقتين تقريبا على وجه ودقيقتين على الوجه الثاني. ليه؟ عشان يسكر المسامات هاي ويحشر كل الجوس موجود جوا، يضل جوا. اوكي فهذا واحد من الاسرار. ثاني شغله خمل القطعة هو بيحدد قد ايه يقعد على النار. صح. يعني مثلا هاي مو نفس هاي، هاي يعني هاي كتير اخمل، فهاي بدها وقت اكتر شوي. قد ايه بتاخذ هاي حسب النار تبعتك. طب انا يا شيف جبت والله تندر لوين نفس ما حكيت انت وما طلعت معي مظبوطه. ليش؟ لانه الحراره هي اللي بتلعب دور. طب قد ايه متوسط الوقت؟ خلينا نحكي احنا حطينا سبع دقائق وبنخليها تريح. وفي سر جدا 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 مهم، وهو اللحمه بعد ما تستوي ما بتتقدم للزبون مباشره، او انا ما باكلها مباشره. اوكي ايش بسوي فيها؟ بريحها من 3 لـ7 دقائق. والله لانه اذا انا نزلت الصحن هذا الحبه على صحن الزبون حتطلع شاذبه. اللحمه لازم ترتاح. ليه؟ منشان ترجع للطراوه تبعها وترجع اطرى من ما هي اول ما تطلع النار. والله حلو هاي جد، اسرار هاي ما بنعرفها. هاي من اهم الشغلات صراحه. حلو حلو كثير. تمام. طيب ميساء عم تحكي لك شيف محمد جد انبسطنا انك صرت بالقناه، وخاصه بهار ونار، بس حطوا لنا المقادير مع الكميه، يعني لك معجبين من بدايتها. شكلك خلص اخذت مكاننا، راحت علينا. اكتساح داخل عمليا. مكتسح المكان. تمام. طيب احكي لنا يلا شو بدنا نعمل هيك بالاخر قبل ما نطلع فاصل صغير. اوكي هلا احنا شو عملنا من البدايه ولا شو راح نعمل؟ شو راح نعمل من البدايه؟ اوكي حطينا اول شيء المفروض نملحهم ملح وفلفل خشن. أوكي. بعد الخشن ايش بنسوي؟ بنحمي البان تبعت المقلايه تبعتنا او الجريل او التشاركول او اي شيء بدك عندك اياه بقدر تشوي عليه بالبيت. حلو. وايش تسوي؟ تنزل عليها الستيك تبعتك. اوكي دقيقتين. بعدين بخليها تستوي على الدرجه اللي انت بتناسبك. هلا انا واحد من الناس باكلها ميديوم تول. اوكي بخليها على الدرجه تبعتي وخلص براحتها. اوكي قد ايه او مش قد ايه متى بنحط الملح والفلفل؟ الى وقت محدد ولا ما في مشكله؟ هلا حسب، انا بفضل قبل او اثناء. اتس فاين. اوكي ما في مشكله. طيب تمام. احنا رح نتركهم يستووا شوي لنشوف قد ايه رح ياخذوا معنا على النار بمطبخ بهار ونار، ونرجع لكم بعد الفاصل. خليكم معنا ورجعنا لكم اكيد من بعد الفاصل، وصلنا باخر جزء من حلقتنا لنشوف شو صار بلحمه الستيك اللي عم بيعمل لنا اياها الشيف وعجب لنا على الاستوديو. بس لو تشوفوا الريحه بتشهي، روعه روعه روعه. ولع شو صار؟ ولعت ولا قبلنا تمام؟ المطبخ ولع. لا كله ولا يولع المطبخ. اسمع عندنا بهار ونار. حط شوية زبدة هون. ليه؟ بدها يمكن شوية تستوي. نصير نسقيلها نسقيلها. 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 يا سلام يا سلام. إخلاص المناصير عم تحكي لك ما شاء الله شكل المعكرونة بشهي، يسلموا إيديك شيف. يا ريت تعمل لنا شاورما إيطالي، بنلف وبندور وبنلف وبندور وبنرجع على إيطالي. يا عمي لا تخلني أفتح برنامج إيطالي وخلصت فكر. صراحة جد الأكل الإيطالي هو من أكثر الأكلات بحس الناس مقبلة عليها وبتحبها. أنت بتحب الإيطالي؟ قول لي سوري ولا ما بتحب الإيطالي؟ أنا بحب بس أنا مركز مع اللحمة غاية. لحظة شكلك بتحب اللحمة أكثر من الإيطالي. لا بحب الإيطالي أكثر صراحة، برضه ما هو الإيطالي فيه لحمة. صح مزبوط. طبعاً حنان حسوني عم تحكي لنا مساء الورد والفل. دينا الحمد لله على سلامتك، الله يحميك ويحفظك يا رب. ومساء الورد شيف محمد منور مبدع. شكراً. تسلم شكراً. إيدك. وهي بتحب البطاطا المقلية. أنا بحب البطاطا المقلية. إحنا بنحب البطاطا المقلية وشكراً لك يا حنان. اسمع كلهم بيحكوا لي ضب لي أكبر وحدة، وهذا بيحكي لها هاي إلي وهاي. مش عارفة، أظن إن الأولوية إلي أنا وياك. إحنا اللي جوا المطبخ. احنا بنرن على شو اسمه على كارن بيل بنحكي لهم يا عمي كان الله مولونا كمان مره. كمان كل الشكر لهم والله العظيم. باقي التيم بدهم كمان. فلا عن جد اليوم لهم خلص. بس هذا شيف دليل على ابداع اللحمه اللي انت عاملها عن جد، منظرا وريحه واضح انها طالعه بتشهي. هلا راح نشيلها. هلا مبدئيا الشباب عندنا هون بدهم ياكلوها تقريبا ميديوم تو ميديوم ويل، فهلا اذا ضغطنا عليها
حتكون شوي هيك بتحسها جوسي من جوا اكثر، يعني مش كثير من جوا مستويه 100%. في ناس بحبوها تكون كثير مستويه على الاخر وناشفه، في ناس بحبوها اهم شيء ايش احكي لي. هذا شكلك انت من محبين الثوم. هاي عباره عن كل النكهه تبعت الستيك صارت جواتها بالضبط. هلا انا مش من محبين الثوم، بس بتخيل هاي ممكن نكهتها تكون كثير قويه. هاي رهيبة. هاي رهيبة. كانت مع اللحمه. طيب يا سلام عليك، يا سلام عليك. هلا انا عندي بالبيت كمان. كنت سالق شويه ايش شويه بينز، ريد بين، هاي شو اسمها، ايش اسمها، شو هي؟ فاصوليا. مواليد امريكا محسوبه. ارحمنا. عمري ما وصلتها، صرت احكي بينز. ايطاليا امريكا، بطل يعرف تحكي عربي. لا بدنا نطول بالنا. وايش اسمها؟ مش ناسي اسمها. طيب تمام يلا بنمشي لك اياها. بس لانه اليوم تاخرت عليك بنمشي لك اياها، غير هيك لا. هذا شو اسمه؟ هذا بروكلي. اوكي. حلو كثير. حلو كثير. خلينا نحط عليها ايش كمان؟ من هاي. اوكي، في لك سؤال، اخر سؤال رح احكي لك اياه، لانه كثير في اسئله صراحه، فعم بحاول اخذ اكبر عدد من الاسئله اللي اجت. فادي عم بحكي لك يعطيك العافيه، شو اذكى جزء من العجل لعمل الستيك المدخن؟ ستيك مدخن، المدخن بفرق عن العادي. اوكي بفرق. لانه له فرن خاص وبيستوي عن طريق الدخان تبع الحطب اللي هو السموك السموكر. اوكي، يعني بده وقت كثير اطول. بالضبط. هلا اشهر ثلاث قطع للسموك اللي هي الشورت ريبس اللي هي توب في اي بي، بعديها بنزل بعديها البريسكت، بعدين تقدر تختار كل الاشياء، ولكن هذول اكثر تنتين زكيات وانا بحبهم. في شيء اسمه بليد، قطعه بتيجي من جوا الكتف، هاي رهيبه، جربها وحددي لي. يعني والله لو ضليت تحكي من هون لبكره ما راح احفظ كثير، في معلومات عن اللحمه. اللحمة. ما عليكم غير تسيفوا الحلقه وتضلكم تحضروها مره مرتين وثلاث لحتى شوي نفهم شو عم بحكي الشيف ونحفظ. هلا بدنا نذكرهم يا شيف شو عملنا بحلقه اليوم. بحلقه اليوم عملنا كثير شغلات. اوكي، عملنا الماش بوتيتو اول شيء لما كنت مش موجوده. لما كنت مش موجوده لازم نحكي نعمل هايلايت انه انت كنت مش موجوده، بس ما راح علي شيء. المهم البطاطا موجوده وراح ادوقها بعد الحلقه. أوكي. خلص، غير هيك مش مهم. ما هو لازم نعمل طلع، نعمل اجواء. أوكي. تمام، شو كمان عملنا؟ الماش بوتيتو حطينا عليها الصوصات. شو صوصات؟ ما حطينا صوصات، بألف قاعد من عندي. مين صراحه؟ اوكي احكي لنا. ماش بوتيتو وماكن تشيز والستيك. اوكي، هدول الثلاثه اللي عملناهم. صراحه بحب تجربوهم تحكوا لي ايش رايكم فيهم، ولكن بدي انبه على معلومه مهمه. اوكي، احنا حكيناها انه الستيك راح يصير يسيل بعد ما يخلص، فهاد دليل انه اللحمه تبعتي سوت بطريقه مضبوطه. هلا اذا بتطلعوا على البورد تاع التقديم اللي قدمنا فيه بتحسوا فيه شوي هذا مش دم. اهم شغله، هذا مو دم، هذا هو الجوس تبع الجوس والدهن اللي كان جوا اللحمه. تمام، وانت اصلا قلت لنا وذكرتنا انه لازم نترك رش لنا رشه الملح. طبعا لازم. وانت اصلا قلت لنا انه لازم نترك اللحمه ترتاح شوي قبل ما نقدمها وقبل ما ناكلها، صح ولا لا؟ طيب شيف انت ابدعت اليوم، روعه 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 عن جد، سواء كان بالطبخ او بالتقديم كانت لسه ما نخلص. هلا فينا نطبخ ونعمل باقي اللحمات للشباب. يلا احنا عندنا لسه ورانا طبيخ، احنا ما خلصنا بس زبطنا. الحلقه خلصت، بده يظبطنا الشيف. شكرا لك يا شيف، عن جد ابداع. حلقتك كانت بتجنن، والاكلات اليوم اللي عملتهم بتجننوا. ان شاء الله الاربعاء الجاي كمان نشوف هيك ابداعاتك. شكرا لك، بدي اشكر كل المشاهدين اللي تابعونا اليوم بحلقتنا، ان شاء الله تكون حلقه نالت اعجابكم. تابعونا بكره بحلقه جديده من بحال ونال. باي باي.